يا مرحبا بكم ثلاث مراحب ويا مرحبا نرحب بكل الصاحب. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الليبي الفصيح، محدثكم حمال المواجع، وكما يسعدني ويشرفني أن ألتقي بشعرائي معنا مهاوي اللاوي فحل من فحول الشعراء الشعبيين، ومعنا حمادي أحاسيس حمادي أحاسيس، شاب جديد في مجال الشعر الشعبي. الحقيقة أنا كنت أتابع له في قصصات واستضفت في هذه الحلقة في برنامج بالليبي الفصيح. أعزائي، بالليبي الفصيح يتناول العديد من القضايا ومن المناقض الشعبية. مناقض صوب خليل، أفواهك صوب خليل عديدة، 14 منقض. اليوم منقض جديد في صوب خليل، ألا وهو منقض الوطن. يقول الغني أمهاوي اللاوي الشاعر الشتاي حبيبنا وعزيزنا، يقول الوطن ما تخاف عليه. الوطن ما تخاف عليه، شيلت العناء قاعدين له، سلمت والله. وننتقل بكم إلى شاعرنا الآخر حمادي أحاسيس. حمادي أحاسيس ويسمعنا إيش عنده ما يقول للوطن. شكراً للاستضافة الطيبة الكريمة اللي أنا بصراحة تفاجأت منها. طبعاً أنا أحد مخرجات الثورة المجيدة، يعني أنا أحد شعراء الثورة المجيدة، وقلت واجد، ولكن أنا محروم إعلامياً. يعني بارك الله فيك، بارك الله فيك على هالدعوة الكريمة اللي تخوف شوي. يعني حقيقة قاعد ما فحول أنا، يعني مش عارف، يستر الله. ولكن أنا 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 عندي مشاركة، بما أن نحن نراجو يعني في بلادنا كل حاجة، لما يقول لك الخير جاي تقول أي متى، بيوزع الثروة تقول أي متى. أنا كتبت حاجة علي أي متى. نبدأ عادي؟ أبدأ هنا نقول أي متى يصفى جو سماك، أي متى ما عاد فيك غثر. نعم. أي متى يا حراب ظناك تهمي جلال كدر. نعم نعم. أي متى المواطن يلقاك نتيج صبرة وين صبر. نعم. أي متى يلقاك اللي يجيك أمين بحر وأمين البر. عزيزة وقاهرني مدعاك الغاية بمجادك نفخر، ولكن ياما منها رواك بقي في وجهك يصدر، وياما من سراك خذيك اللي في الخزنة ياما كر. سلمت وياما من نهاب كليك خذا كمشة مال وسفر، وياما من خوان معيك وهو فيه الغير مصوقر، وياما مستولي لملاك بمتروع في الأرض يجر. بسيسين وتمديد أسليك عليهم الكجدودة غافر، وياما من هانا وهناك ينظر بأفكارة يطفر. قراويط التمن ودعيك، قراويط التمن ودعيك علينا بأفكار تسطر، وياما من فقري راجيك وتميتي له مشغل سر. لا ركتي لا شاف هناك وهو لا راق ولا استقر، اللي ما يملك غير غلاك انتي وطنا وانتي المقر. اريدي فكه قطع الواك، اريدي فكه قطع الواك، وحاطي لا ينفع لا يضر. اي متى نتقب ضرك الصقع اللي فينا يسطر، اي متى تحمينا بحماك بتطمين الخوف يغادر. وانتي يا بلادي لولاك، وانتي يا بلادي لولاك علي غربة رهيتك هر. نفسنا طيب نشوك هواك بلا حضنك ما شي يسر، دعانا فيك يزول كداك. هنية لا خير ولا شر، دعية لا خير ولا شر. هنية لا خير ولا شر، دعية لا خير ولا شر. هنية. آه هي متكم، يعني معلش على الإطالة، ولكن هذه القصيدة لازم تكمل يعني بحق. يعني هي اسلمت خذوا ورقاتك. وننتقل من حمادي أحاسيس إلى شاعرنا أمهاوي اللاوي، وايش يقول لنا على الوطن. الأول بالأولية السلام عليكم، وش حالكم يا طيبين مرة أخرى؟ مرحبا. وش حال كل من يتفرج علينا على التلفزيون؟ لوله نقولوا اثنين خير من اثنين، واثنين ما فيهن شي خير. الاثنين اللي فيهن خير
العبد لله ونت واثنين اللي ما فيهن شي خير حمادي وقصيد. تريد تسمع العلل؟ هدونا خوف الرجل شعر كبيرة لو نبي الصنت الصنت انا نقول يا سيدي نظني نسينا حلمنا بقاوة دولة ونسيان حلمنا معروف من شهيمتنا اثقال على التراب اثقال على التراب يلثق الحمولة من اللي بيننا سوا عايشين والله متنا على الضمير والحقيقة عاطين الحولة كي تلش تمت بيردا همتنا نعم استسلم نمنحه بسهولة متسولي للمسيول عن حاجتنا والصمت على المسؤول فيه القولة غريب صمتنا والصمت هو صنعتنا منزوعة الخرجة بظهرها مشتولة هي رايحة عارفين من بذرتنا حرام ما نشدنا كيف وش القولة عليها ولا بنكيسة شطتنا والواقع نقيض أحلامنا المقتولة ورضينا الواقع والحياة دالتنا بهم وضن اللي يهملوا ننصبوا له موش مشكلة المهم حريتنا ها 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 سلمك والله صاحب فهم سلمك والله صاحب فهم انا ما فهمت شيء كلام واعر كلام واعر ايدونا قال كلام واعر كلام خليش ينام انا فهمش ام هاوي لاوي يا ريت نريد نحتفظ بهالقصاصة نريد ننشرها على صفحتي في الفيسبوك اعزائي المشاهدين أي. حقيقة انا أي. عرفني يا غال نين معاي الدير الليل مانك عارفني يا غال نين معاي الدير الليل مانك عارفني يا غال مكفيك مكفيك معاي الدير الليل عارفني يا غال ها 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 عارفني يا غال معاي الدير صغير يا شاطر كبر النار عليك مخاطر ما زلت صغير يا شاطر بس تصغير يا شاطر الشتاوة هذه شتاوة يوم ثلاث في عصبان في حاجة يوم ثلاث في فرق خبر ايش أعزائي المشاهدين كنتم معنا في حلقة من حلقات برنامج بالليبي الفصيح ما عجبتنيش أنا الحلقة اسمع ما عجبتنيش مانيش دير لايك واش نريد ندير لك واش نريد ندير لك ايش نريد نديرو لك جيت قعدت هنا وانا نقعد هنا ما عجبنيش المكان انا لا مالكم المكان تعال قعدت هنا وانا نقعد هنا ساعتك وين ريته هذا وين ريته عرفنا وين ريته وين عرفنا وين ريته وين في ركسوس وين عجبتك انا وين هيا ركب خليني نمشي أعزائي المشاهدين كنتم معي في حلقة من حلقات بالليبي الفصيح وحتى يتجدد بنا اللقاء في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.